في كان في جدال بينه وبين صديق يتكلم في القرآن، يقول في قوله عز وجل على لسان عيسى ابن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم. تغفر لهم. تمام. يقول: هل هنا التعذيب بالنار لمدة لا يعلمها إلا الله، أم هم خالدين فيها أبدا؟ شوف يا أخي الكريم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تمام، أفهم ذلك. ولكنه يقول يعني إنها لمدة معينة، يعني هو بيقول زميلي هذا يقول إنها لمدة معينة لا يعلمها إلا الله، وأنا أقول له إنه خالدا فيها أبدا. المشرك جزاكم الله خير مخلد في النار، هذه ترجع إلى مسألة أخرى يطلق عليها بعض العلماء، مسألة فناء النار، هل النار تفنى أو لا تفنى. زلت قدم بعض العلماء في هذا الباب وقالوا إن النار تفنى، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. الدليل الثاني قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. تمام، فهذا دليلهم. الجمهور من أهل العلم قالوا هذا الكلام باطل، وقالوا إن الله قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال في كتابه الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ووجهوا الآية لابثين فيها أحقابا، قالوا: إذا أكملت الآية اتضح لك المراد، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والآية الأخرى: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا: شاء ربنا أن يخلدوا فيها، وانتهى الأمر.